الشكر. الناس يا جماعة تشكر الله سبحانه وتعالى، نحن والله في نعمة. أشكر الله سبحانه وتعالى، خلي الصوفية، خلي الإخوان المسلمين، خلي الشيعة والشيوعيين والسرورية، جماعة التبليغ، جماعات المنحرفة دي كلها والضالة كلها خليها. في الناس اللي بينتسبوا للسلفية، في ناس في مركز عام قايلين روحوا هنا على الحق، في ناس إصلاح قايلين روحوا على الحق، في ناس جمعية قايلين روحوا على الحق، في ناس دخلوا جديد وقسموها برضو جديد تاعت وابل صيب قايلين روحوا على الحق، في ناس صافية بغادي تاعت مختار بدري وغيرهم قايلين روحوا على شنو؟ على الحق. انت الحاجات دي كلها الله يمرقك منها في بلدنا دي ويجيبك سلفي، الشغلة دي ما دار شكر يا جماعة. الله زول تلقى سايق توك توك، ذاك سايق برادو برادو وقلبه رادو، وانت توك توك والله يعينك سلفي، الشمس ضارباك استغفر الله وماشي فيش سخانة. وعالتالي موحد مستقيم، منهجك نظيف غبارة ما فيه، دي ما دار شكر. ناس حافظين البخاري مسلم سنن ابي داود ترمذي ابن ماجه النسائي القرآن وضالين. نحن ذيل لو قال لنا أذكر 20 حديث، بعضنا يعني ما كلنا، بعضنا قد ما يكون حافظة، لكن على السلفية الحق ما دار شكر، ما دار شكر يا جماعة، دار شكر. زول تلقاه كان عاصي وفي فجور حفلات وبلاوي وبنقو وسكر، والله يتوب عليه ووصلوا السلفية، ديل قاموا ما عليه بنقو ولا معاصي ولا كذي معاصي دي ذكرتها لك دي، وبرضو عليه بدعة، والبدعة شر من هذه شنو؟ المعاصي شر منها. ما ذكروا يوم من الدهر، ما لخبطوا اللخبطات البعض الناس يعرفها قبل الاستقامة، لكن لخبطوا في ما هو أعظم من هذا، جابوا البدع وانطوا على المخازي والمهالك. فإنت أشكر الله سبحانه وتعالى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والله لو ما عندك أي شيء بكرة تموت على السلفية الحق، الله يرحمك بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقي يدخلك الجنة خسران. يا أخي أتعب في الدنيا دي، أتعب الليلة عيش في بيت جالوس، بكرة المطر جات شيل باختك وخم الموية من جوا، الله يتقبل ما مشكلة. بعد بكرة الناس بيأكلوا في المندي، انت بتقرض في العيش البايت، ما مشكلة. تدعب قليل تركب المواصلات، ناس عندهم عربات أوباما وبرادو وبلخبتة ما يحركوها يمشوا حلقة دينية، انت أغبش كذب. المواصلات تجازيفة ذاته بالدين، قال ورسل لي رصيد ب10 برجعه لك، تمشي لبتاع الرصيد خجلان، اسمع عندي 10 بس تشتريها، هاي اشتريها ب9 وتمشي تركب مواصلات وتجي هناك تمسك الميكروفون مغبر. يا اخونا بشوك ده مره جابها برول، خش ذات وانا مره شغلته بها، خش بها برول واشتغل، الله يتقبل يمكن الله يرحمه بالمجلس ذاك والحلقه ذيك. انت يا اخي اشكر الله وخليك تعبان في الدنيا دي، شفتها؟ لقد خلقنا الإنسان في شنو؟ في كبد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيك المتدى، أحفظك كويس، ما تركن للراحة. الراحة دي جسمك ده نعمته بشبابك ده، الدود بيأكله، الدود بيأكله. أتعبوا في الدنيا دي، شفتها؟ عيونك حمر برضو مساهر تقرأ، تعبان شغلك بنتي المغرب برضو تجي قبل العشاء تراجع قرآن، تعبان تنعس في المصحف تمشي تاني توضى، ولا كان بتاع الموبايل من غير وضوء الحق الورقة. المهم موضوع طويل جدا، فاجتهد في طاعة الله، ما ترك للراحة، والله اليوم تموت انت على الحق وعلى السلفية وعلى الطاعة، اليوم تموت. شفت التعب ده كله بزح، كله بزح، ترتاح خلاص. شكرا. الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي غيره قال لفاطمة رضي الله عنها: لا كرب على أبيك شنو؟ بعد اليوم. خلاص الليلة ختام الكرب، تاني ما بتعب، لكن دار تركن للراحة. الله اداك شهر إجازة
تنوم ليه الساعة 11 ودار تحفظ قرآن، وتاني تمشي تفطر بعد الفطور تشغل المكيف تقول والله يا أخي ندي نوم برضه، تاني تدي نوم ودار تحفظ. لا ينال العلم براحة الجسد، اجتهد وبلغ الدعوة، خش المساجد. ما الدعوة دي ما تخليها رهينة الأمزجة. في ناس كذا يا جماعة، الزول عليه ديون ما بيشتغل دعوة، يقول لك والله مهموم الأيام دي، والله الدين كتر. أهك ما تحلت الدعوة دي، الناس دي تروح زاي. واحد تاني يقول له يا أخي سوي نصيحة، الله يقول لك الليلة زهجان. لا يدعوا بالزهج والمزاج، خش تاي الزهج ده تف الصوفية دي الزهج بزيه، كله كله والله الذي لا إله غيره. واحد يقول لك أنا برجف برجف. واحد من أخواننا في البلد قال يا والله عندي وجع ضرس، سويت نصيحة راح طوالي. أدى جاته خوفة كذي من فوق، خشت من تحت، خشت كذي الضرس طوالي، دي أمورة واضحة طوالي. راح مبروح، الله بيفتح عليك يا أخي، اشتغل دعوة. الله يا أخي ينظر للأرض وهو ينظر سبحانه وتعالى، ينظر في كل حين لا تخفى عليه خافية، ينظر إلى الأرض. ألقى ناس ديلك بيغادي يا رئيس، وقف المركب ديلك بيجنبك، وديل بيجاء الفنانين التانيين شغالين، ما مشكلة والمشكلة مؤمن وداك وهو إلى آخره. ويلقى السياسيين يتكلموا، السياسيون تكلموا، يجدوا السياسيين تكلم ده بيجاي والزلط والكبري وهن هذه وبعدها. ويلقى ناس الكورة إذا صح التعبير برضو، وفي خط 18 وقون وماشي. إنت يجدك رب العزة والجلال تبلغ دينه، دي ما نعمة كبيرة عليك، الله ما نعمة. ما تلتفت للكلام الكثير والناي، وبعدين اشتغل لله نظيف كذي والله، وعارف انه الدعوة دي بينشرها الله سبحانه وتعالى. ما تزعل من بعض اخواننا، مرات اخواننا مشغولين ما يسجلوا للزول، يزعل يقول لك قالوا يا اخي انت ما جيتني، مالك يا اخي ما تجي تسجل له. يا اخي تكلم ساي الله بينشرها. اخلص لله وبلغ دين الله سبحانه وتعالى، واتعب في الدنيا قليلا تؤجر كثيرا. يا ايها المدثر، قبل قريت الآية لكن في ايات بعدها، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. بعد قال له ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فالناس يشتغل طيب وتشكر الله سبحانه وتعالى.